كتير من الأشخاص يلي مصرين إنه يقارنوا نفسهم بالآخرين. ليش لحتى نقارن نفسنا بالآخرين إذا نحنا موجود عنا شيء ما أنا موجود عند الشخص الثاني؟ وأكيد كل شخص اليوم بالحياة الله أنعم عليه بنعمة ما نوهبها لحدا تاني. فدائما وبيزيد إصرارنا ومنذ الصغر ومن عشرات وآلاف السنين إنه نحنا معروفين بوصفة العذاب النفسي. إذا بدك تعذب حدا نفسيا قارنه بحدا تاني، فليش لحتى نواصل هاي المقارنة ونعذب حالنا ونعذب الأشخاص التانيين يا سلمى؟ صحيحة عفاف. ويمكن كمان في معادلة تانية عن موضوع المقارنات كتير قليل لحتى نسمع عنها بالحياة، ولكن هي موجودة. إمتى ممكن تكون المقارنة هي تحفيز نفسي؟ هي ممكن تكون تساعد الشخص لحتى يعمل شيء أفضل. هاي المعادلة الصعبة هل ممكن تحقيقها بالحياة أو لا؟ المقارنة بشكل عام هو أسلوب ونمط حياة مفطور عليه الإنسان للأسف من أول ما بيخلق لحديت ما يموت، هو بيقارن نفسه بأقرب الناس له وصولا للمجتمع والحياة وغيرها. رح نتعرف على تفاصيل أكثر كيف أنا بقدر حول هاي المعادلة لمعادلة إيجابية بحياتي، طبعا مع ضيفتنا اختصاصية علم النفس الأستاذة سلام قاسم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. صباح الخير أستاذة صباحك يا رب. يعني حكينا أنه هذا الموضوع شائع كتير بين الأشخاص صغار وكبار وحتى للتعذيب النفسي، ولكن قالت سلمى اليوم أنه ممكن نحول هذا الأثر السلبي لشيء إيجابي ويعطينا إلهام. شو التأثير النفسي الصح للمقارنة، مقارنتنا نحن بالأشخاص الآخرين؟ هلأ بالحقيقة المقارنة مع الآخرين هي نزعة بشرية طبيعية وهي حالة فطرية يعني وما أنا سيئة أبدا. هلأ في الواقع كلياتنا نحن منقارن حالنا مع الآخرين، نحن منقارن وين هلأ موجودين وين كنا من زمان، منقارن حالنا مع الأشخاص يلي من فئاتنا العمرية، منقارن حالنا نحن مع الأشخاص لنفس اهتماماتنا أو المهنة يلي نحن بنشتغلها القدرات. بس في الحقيقة هذا شيء طبيعي وشيء مهم وضروري جدا. ليش؟ لحتى نعرف نحن موقعنا وين بالضبط. يعني وحسب دراسة وحسب موسوعة اسمها نيويورك يونيفرسيتي للصحة العقلية بيقولوا فيها انه كتير مهم المقارنة، لانه هي عبارة عن وحدة قياس اساسية لنعرف نحن قدراتنا، لنعرف ذاتنا، لنثق بنفسنا اكثر. وبالمقابل لما منقارن حالنا مع الاخرين بنعرف نحن شو عنا شغلات جيدة، شو عنا شغلات بنحسن نقوم فيها، شو الاشياء اللي نحن ما بنحسن نقوم فيها. فالمقارنة مع الاخرين هي في الحقيقة شغلة جيدة ما سيئة أبدا، ولكن طبعا في حدود. لما أنت بتقارني نفسك مع حدا لحتى أنا أحسن طور من ذاتي، طور من قدراتي، أحسن وصل للشيء اللي وصل له هذا الشخص، فهذا شيء جيد. ولكن لما بيصبح شيء متكرر وشيء كتير كبير وهاجس، هون بيكون سيء. هل عملية المقارنة هي في الحقيقة هي ما بتاخد غير جزء بسيط من الثانية بذاكرة الإنسان أو بأفكاره، يعني فهي شغلة كتير بسيطة، يعني بلمح البصر أنت ممكن تنتبهي للمقارنة لذاتك مع الآخرين. بس لما بتتكرر وبتصير هاجس وأنه نحن دائما عم نقارن حالنا مع حدا تاني، هون بتكون حالة مرضية. أما صحيح. هي لما بتكون بالوجه الإيجابي الصحيح المنطقي فهي حالة جيدة. صحيح، ولكن مثل ما قلتي حضرتك يمكن كنا نشوف سابقا هذا الحد واضح بالبيت، مثلا جارة بتغار من جارتها، ليه جارتي عندها كذا وأنا ما عندي كذا، ليه قرايبتي عندها هيك وأنا ما عندي هيك، وكانوا يقولوا أنه هي عادة النساء أنه غيرة بيقارنوا بين بعض وما إلى ذلك. الحد الفاصل أنا كيف بقدر حدده؟ هلأ نحن منحدد لما أنت هذا الحد ما بيصير عندك أنه أنا أثر على الصحة العقلية أو التصرفات، أو صار في اضطراب مثلا، بيصير اضطراب نفسي. ممكن إذا كان كثرة المقارنة مع الآخرين اللي عم توصل لدرجة بتسبب هذا الاضطراب، بتعمل قلق، بتعمل توتر، بتعمل حواس، بيقولوا بصير دونية تماما، بصير عندك شعور بالدونية، بصير في أحباط، بصير في فشل، بصير ما عاد في قدرة على التطور. فهذا لما بيدخل الإنسان بهذا المجال فهون في حد لازم ينتبه، لازم ينتبه الإنسان أنه أنا لازم أعرف أنه قارن حالي مع الآخرين، ولكن أعرف بمرحلة الوعي أنه أنا عم قارن حالي. لازم الإنسان لما يقارن حاله مع الآخرين ما ينسى نفسه، لازم يعرف أنه أنا مرتاح مع حالي، أنا متصارح مع نفسي. بنفس الوقت أنه لما ينتبه للأشخاص اللي بده يقارن حاله معهم، يبحث عن هدول الأشخاص اللي أنا بدي قارن حالي معهم، يا ترى أنه يكونوا أشخاص إيجابيين، أشخاص واصلين لشيء معين لحتى أحسن وصل لهذا الشيء، وبطريقي
لوصل لهدول الأشخاص أو للشيء اللي عم بيعيشوه هني بنفس الوقت ما أنسى حالي، لأنه نحن عادة كلياتنا بننظر بالحياة مو للصورة الكاملة، يعني بننظر لزاوية لزاوية من الصورة. يعني أنا لما بشوف أنه هدول الأشخاص أنه كتير هن جيدين كتير إيجابيين محققين شيء كتير بحياتهم، نحن بننسى هون أنه في فجوة، في فجوة من الخبرة، في فجوة من المعرفة، في فجوة من العلم، في فجوة من القدرات والمهارات. فانتبه لهي الفجوات، لأنه هون لحتى أنا أحسن رمم هي الفجوة بدي يكون نسخة مستنسخة عن هذا الشخص، ولحتى تكون نسخة مستنسخة عن هذا الشخص فهذا طبعا شيء مستحيل. فهون نحن بيكون عنا شو نعمل نحن، انه احسن انا وصل لمرحلة اعرف المستوى اللي انا عندي اياه، وبنفس الوقت حاول طور من نفسي لما بشوف شخص تاني انا معجبة فيه انه طور حالي لوصل لإله. لما ما بحسن وصل يكون عندي القناعة المطلقة بالمهارات والقدرات اللي موجودة عندي، وحافظ بنفس الوقت على المستوى الجيد من الشيء اللي انا وصلته. ليش؟ لحتى ما يصير هذا الانهيار والفشل ويصير التدني ويصير عندي الشعور بعدم تقدير الذات. هلا مثل ما قلتي احيانا هي الغيره بين الجيران، واحيانا مثلا مو بس الغيره، بجوز انا بجوز انت بجوز اي حدا مثلا شوف انه مثلا حدا عنده بيت كتير حلو تمام، وبيت كبير ومنطقه كويسه وما احلى، انا بحب يكون عندي مثله تمام. ما في حدا الانسان الا ما بيحب يعني. فانا لما بحب وبقعد مثلا مجرد براقب وبحسد هذا الشخص، هون المشكله اللي عملت لي اذيه عقليه وعملت لي اضطراب نفسي. اما لما بنتبه انا انه انا حابه يصير مثل هالشخص، يصير عندي نفس البيت مثلا، بقعد بشتغل على حالي، بدور على عمل يزيد لي دخل مادي اكثر. اما اذا ضليت عم تابع مثلا حتى في اشخاص مثلا ممكن يجاروا فئات معينه او طبقات معينه وهن ما لهم على نفس الشيء، شو بيساوي هذا معك؟ بيساوي عندك نوع من انه يصير الانفاق المادي الكثير كبير بياثر الواحد على اسرته وعلى عيلته. يعني هذا التاثير مو بس على نفسه الانسان السيء لما طبعا. بيصير من مراقبه الاخرين اللا مجدي يلي بتكون بتعطيكي طاقه سلبيه ممكن تاثر على عيلتك. انت لما بتطلعي مثلا بدك تنفقي وتحطي مئات الملايين لنطلع نحن مثلا انه بالوقت الحالي مثلا بوجبه غداء او عشاء، وانا ما عندي القدرات ممكن اتدين لاطلع قلد اشخاص معينين، قديش هذا رح يكون له تاثير سلبي علي انا وعلى الاخرين؟ لا، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. كمان كثير شيء حلو الامتنان، كثير حلو الانسان يعرف شو عنده، كثير حلو القناعه، الرضا. القناعة كنز لا يفنى، الإنسان لازم يكون مقتنع بذاته بقدراته ويحافظ على نفسه، يحافظ على أنا، ما ينسى حاله، ما ينسى حاله بركض الحياة. والإنسان لما بيقتنع بنفسه أكيد رح يحسن يحصل تطور أكثر أنه مجرد يراقب الناس، ولأنه بالنهاية من راقب الناس ما تهمن. صحيح. يعني ختمتي يا أستاذة سلمى أنه حسب نظرتنا نحن للأمور، ممكن أنظر أنا لشيء لحدا أحسن مني نظرة سلبية فيها حسد وغيرة وحقد، لنظرة إيجابية أني أنا أصير قارن حالي بهذا الشخص. بس اليوم نحن عم نشوفه على السوشيال ميديا، وكتير ممكن الصبايا عم يعانوا كتير من هذا الموضوع، عم يشوفوا كتير فلاتر، كتير مكياج، كتير قصص خيالية موجودة على السوشيال ميديا بيحاولوا يقلدوها ولكن ما بتزبط معهم. بينسوا انه في كتير تكنولوجيا، في كتير امور عاملينها العالم التانيين، فبيدخلوا بحالة سلبية من التفكير وما بيقدروا حتى. فهي هون المعادلة كتير صعبة، كيف نحن بدنا نحول هاي المعادلة لشيء إيجابي لما مو بس الصبايا، أي شخص بالحياة شو ما كان يكون يشوف على السوشيال ميديا وعلى الإنترنت شيء ما يقدر حتى ينظر له نظرة إيجابية أو يقدر يوازن بين هاي النظرية؟ أكيد. هلأ اللي على السوشيال ميديا مكلياته بالشيء الصحيح والواقعي هو فقاعة صابون، لازم يدرك الإنسان هذا الشيء، وهو نسبة قليلة وصحيحة من الواقع. أما النسبة العامة طبعا هو كتير مؤذي للصحة النفسية وبيأثر كتير على الصحة العقلية بالنسبة للأشخاص والشيء اللي عم بيصير. هلأ لحتى نحسن نحن نخفف من تأثير السوشيال ميديا علينا وعلى حياتنا، أول شغلة لما بيكون في عندك موقع أو حساب مثلا أنا عم يسبب لي إزعاج، فورا أنا بعمل حظر لهذا الحساب أو بعمل ديليت مثلا، ما بتابع. فهذا بيعطيني راحة نفسية أنا مشان ما يصير عندي هذا التوتر والهاجس يلي بالمتابعة. ليش ما نتعلم نواجه ونفس الوقت تكون نظرتنا إيجابية؟
هلا نحن لما انت بتنسقي هذا الموقع هو انت ما هربتي ابدا، بس انت شلتي افكار سيئه هي عم تاذيكي لحتى تكوني اقوى. هون رح تواجهي البقايا يلي موجودين، رح تشوفي انه كمان في شغلات تانية لازم نعطي لحالنا وقت. نحن على السوشيال ميديا حدد وقت بالمؤقت بالساعه انه قد ايه انا يوميا لازم تابع وشوف شو في اخبار. بنفس الوقت لما بيقعدوا مع العائله ونكون موجودين لازم نحن هذا الموبايل نحطه على جنب لحتى نستمتع باللحظات. هون ما بيكون صار في هاجس. اما اذا كان دائما الإنسان على متابعة مستمرة، وبالنسبة كمان الهاجس عم بيكون موضوع التعليقات. يعني مثلا أنا إذا شفت شيء لسلمى مثلا وعلقت لها كتير حلو ما شاء الله ومبروك وكذا، يعني مو ضروري مثلا هي ترد علي، يكون عندها هاجس إنه أنا وغيري، وهي مثلا مذيعة في عندها آلاف المتابعين، إذا بده يصير عندها هذا الهاجس يلي ترد على كل التعليقات وكل الإعجابات وكذا، رح تصير ما عاد تلحق شيء، رح يصير عندها هذا الهاجس والمتابعة ومتابعة الآخرين وشو كتبوا وشو حطوا وا وا وا. هون بيعمل لك هون شيء نوع من الاضطراب، بصير هاجس المتابعة على السوشيال ميديا انفصال عن الواقع تماما. يعني أنا ممكن أحط لايك مثلا تمام، انا انه مجرد انه ادركت هذا التعليق، بس هذا جزء من صوره كبيره هلا عم نعاني منها. يعني اليوم مع حضرتك حكينا سابقا بمسارات متعدده لتاثير السوشيال ميديا على حياتنا، يمكن هذا جزء اللي هو صرنا هلا عم نسمع عنه اللي هو بناء قدوه. القدوة صارت مختلفة، زمان كان الطفل قدوته مثلا معلمته بالمدرسة، أخوه الكبير، أخته الكبيرة، أكيد. والده، والدته، حدا مميز عندهم بالمحيط بالعائلة أو بالحارة. أما هلأ صارت الأشخاص عم تبني قدوة على البلوجر، السوشيال ميديا. البلوجر. هاي أنا بدي بنتي من هي وصغيرة تطلع مثل هاي. صار حتى أطفال يدخلون عالم السوشيال ميديا، يعملوا لهم صفحات خاصة، دخلوهم بمجال الإعلانات وما إلى ذلك. هاد لوين رح يودينا؟ يعني مو بس قصة أنه أنا عم قارن، هي يمكن جزء من كتير أمراض أخرى رح نتعرض لها سلوكيا. لوين رح نوصل؟ أكيد هلأ للأسف السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين، يعني ونحن كلياتنا ما فينا نستغني عن التكنولوجيا شئنا أم أبينا، هي دخلت بواقعنا وهي حياتنا كلياتها. يعني هلأ هيك صار الوضع، وهذا الشيء اللي نحن بدنا نكون مدركين لإله. يعني بس هون بترجع لموضوع المراقبة والتربية الصحيحة، أنه دائما مثل ما قلت أنا أنه ما نخلي أولادنا دائما أو حتى نحن أو الأشخاص اللي ممكن يكون لنا تأثير إيجابي عليهم أنه دائما على مواقع التواصل. ودائما التوعية كتير مهمة، التوعية كتير مهمة للأشخاص وشو هدول وليش عم يعملوا. هلأ أكتريتهم عم يتبعوا النهج أنه فلان بلوجر وفلان كذا، هو الوضع المادي. الوضع المادي أنه هذا لما أنت بتنشهري على السوشيال ميديا بصير أكثر الوقت أقل، الزمن أقل، الجهد أقل، بنفس الوقت الكسب المادي أسرع. مع الأسف. للأسف. فهذا هو اللي عم بيصير. يعني صار المجتمع مادي بحت، يعني صار ما في مشكلة إنه الإنسان يعمل أي لقطة ممكن تكون مشينة مثلا أو إنه حدا يضحك عليه مقابل إنه يجني مال. فهون المشكلة. يعني نحن ممكن نعمل محتوى جيد إنه نحسن نوصل فكرة ونكسب مال، هذا ما نو سيء، ولكن موضوع التقليد اللامنطقي يلي ممكن يعمل أذية نفسية سواء لأولادنا أو لإلنا أو للناس اللي حوالينا، لازم ننتبه كتير ودائما نركز على هذا الموضوع. الوعي كتير مهم بهيك مواضيع. إضافة إلى أنه نحن لازم الوقت الفراغ ما يكون كتير كبير. أغلبية الأشخاص يلي عم يلجأوا أنه وقتهم كتير كبير على السوشيال ميديا، إذا بتبحثي بواقعهم وبحياتهم أنه في فراغ كتير كبير. صحيح. فهذا الفراغ بيخليهم انه هن يلجأوا للسوشيال ميديا. اما لما بيكون الطالب عم يدرس عنده هدف كتير مهم، الهدف نحن لحتى نحسن نشتغل عليه، وبدل ما ننظر للاخرين شو عملوا نحن، وبدل ما نقارن نفسنا دائما مع الاخرين وتجي هاي المقارنه سلبيه وتؤدي الى تدني القدرات، انه نحن نعمل هاي المقارنه والقياس اللي حكيت عليه انا نعمله مع النفس مع الذات، انه انا شوف شو عندي قدرات ومهارات. مو غلط انه انا يوميا حط 3 شغلات ايجابيه موجوده عندي، بس انا ما حتى مثل ما بكتب بالسي في مثلا اقول انا امتلك مهارات قياديه، انا امتلك مهارات مثلا معينه، تمام؟ لا مو هيك بحطها. مثلا ممكن اقول انه انا انسان جيد، انا اليوم عندي قدره مثلا اني اعمل المنتج الفلاني مثلا، انا اليوم عندي قدره لازم اقرا الكتاب الفلاني مثلا. اقول يعني دائما ابتدئ بالانا، الانا لما الانسان بيقولها هي ما بتعطي غرور ابدا مثل ما انا متعارف عليه، هي بتعطي غرور لما انت بتعدي قدام الناس وتبلشي انا وانا وانا. اما لما بيكون الانسان بينه وبين نفسه عم بيقول الانا، فهو عم يعطي توكيد للذات انه انا امتلك قدرات،
تمام، امتلك مهارات ولكن مو مثل ما بكتبها بالسي في، بقول انا جيد، انا ماني انسان فاشل، انا قادر اني اعمل. فلما نحن بنشتغل بهالطريقه على نفسنا هون ساعتها رح احسن انا احدد من تاثير السوشيال ميديا علي وعلى ابنائي. لما الاولاد الاهل بيكونوا واعيين لموضوع السوشيال ميديا اكيد رح تحسني تعطيهم الافكار اللي انت بدك تبثيها، الافكار اللي ممكن يستفادوا من النقاط الايجابيه. صحيح. يعني بتعرفي هلا يعني قربت لبعيد وبعدت القريب كمان بنفس الوقت يعني، بس نحن لما بنحسن نستفيد منها كثير منيح، مثل التعامل يعني مثلا مع الاخرين او نفس الوقت مراقبه الاخرين والتقليد يعني سيف سلاح ذو حدين. تماما. يعني اليوم استاذه سلام كثير من الاشخاص بينسوا النعم يلي الله انعم عليهم تماما. فيها وشو موجود عندهم وشو اللي بيميزهم، حتى لو كانت هي قصص صغيره بس ما انا موجوده عند حدا تاني، ممكن يكون حدا تاني عنده شيء كمان انا ما عندي اياه، هذا الشيء لحاله انا بيميز والحدا الثاني بيتمنى يكون عنده اللي عندي. فخلينا نركز اليوم على التميز اللي موجود عنا، كيف نتطلع على حالنا. كثير من الأشخاص ما نحن مركزين بنفسهم أبدا، تركيزهم دائما خارجي، بيجي حدا بيقول لهم أنت هيك أنت هيك، بيركز أنت مثلا ذكي أنت متميز بهاي الشغلة، بيجي بيقول عن جد أنا كذا، بيكون ما نحن شايف حاله حتى أو بيستغرب، بيكون هذا الشخص ما نو منتبه لحاله لأنه ما نو مقدر قيمة نفسه. واثق الخطوة يمشي ملكا. الإنسان الواثق من قدراته ومن إمكانياته ما نو بحاجة لحدا يعطيه الدعم، ولكن الإنسان بيمر بظروف بيمر بمراحل بحياته كتير، ممكن تتزعزع ثقته بنفسه، ممكن يشعر بضعف. كلياتنا بشر وكلياتنا معرضين للحظات تضعف الإنسان فيها. هون أنت بتكوني بحاجة للداعم القوي، السند القوي، ممكن يكون الأهل، ممكن يكون الأصدقاء، ممكن يكون مديرك بالعمل يدعمك. فهذا الدعم حتى لو كان بكلمات بسيطة ولكن هي بيكون تأثيرها كتير كبير. لما الإنسان بيعرف قدرته بيعرف شو هو، رحم الله امرئ مثل ما قلنا عرف قدر نفسه، عندئذ بيحسن انه يوصل للشغلات كتير مهمة. الإنسان قادر يحقق المستحيل إذا هو حط هدف واشتغل عليه، بس الإنسان لما بيكون بضياع وما عم بيحط هدف وقاعد مجرد يراقب الناس لوين وصلت، فهون بيعطي كتير مشكلة. هلا أنا دائما بقول لأولادي، مرة كنت في هيك لقطة تلفزيونية مسلسل كنت متابعته، فكتير عجبتني لقطة كان في البطل شخصية البطل هو خليل. فخليل هاد دائما هو عبارة عن شخص بيفكر صح، بيحط هدف، بيشتغل، ببلش بهدف صغير ببلش لهدف كبير لوصل انه صار عنده مزرعة أبقار. لما كان هو عم يشتغل بالبداية كان الجارو تجي أمه تقول له شوف خليل شو عم يعمل، وين عم بيروح، وين عم يجي، شوف بقرة خليل، شوف كذا. أم من كتر ما صار يفكر بشو صار يفكر انه ببقرة خليل اللي عم تنجز، شوف التفكير. فراح شو عمل؟ راح قتل البقرة. انه هون الحل، انه بقتل الشيء اللي عم يعمله جاري انا لحتى انا يعني انه خلص صار مثلي هو. يعني البطل صار انه فقد الشيء اللي عنده، بس ما انتبه انه هذا الشيء اللي عنده هو عقله. فلما راحت البقرة صحيح. كمان جاب واحدة تانية وصار عنده مزرعة أبقار. أما هو بإنايم كل الوقت وقاعد عم بيراقب الناس. مشان هيك الإنسان لازم ينتبه أنه أنا لما براقب حدا تاني أنه فكر كيف هذا عم يشتغل. مو غلط أنا قلت، يعني كلياتنا منراقب وكلياتنا بننتبه، يعني أنا وأنت وأي حدا بيشوف حدا بمجال شغله إنسان مميز عنده مهارات وقدرات عالية أنا بدي يصير مثله، بس بشتغل على حالي، ننتبه على حالنا ونركز تماما حالنا. بشتغل على حالي، مو بقعد بحسده وبتمنى له الفشل. في ناس لما بتشوف حدا ناجح بيقوموا بيتوموا حواليه وبيحاولوا انه يفشلوا، مو بيحاولوا انه هن يطلعوا ويصيروا مثله. صحيح. هذا السبب يلي نحن هون عم نعاني منه ببلدنا. تمام، دائما نحن يعني بحاجه لحدا يوقف معنا، لحدا يسندنا، مو لحدا يكون ضدنا. هون انت لما بتشوفي الناجح انه انت لا بدك تصيري ناجحه مثله، كل حدا بيشوف حدا بيقلد الانسان الجيد، هون كلياتنا بصير بمجتمع نحن جيدين. لما بنشتهي الخير للجميع كمان بيجينا الخير. صحيح. اما لما بنشتهي الشر بالدور. تمام رح ينعكس علينا. ودائما بنقول ما حدا بياخذ من درب حدا، اللي أكيد. اللي رزق او مقسمه، رزق او مقسمه، يعني قد ما سعيت بالنهايه رزقك هو اللي رح تطوله. اكيد هالحكي. بالنهايه بدي اتشكرك استاذه سلام على المعلومات اللي دائما بتعطينا اياها، شكرا كثير لك. ونتمنى للكل دائما انه يقارنوا نفسهم بالشيء الافضل لحتى يكونوا هن افضل، ما يتطلعوا قدامهم بس، يتطلعوا لاكثر من قدامهم. شكرا كثير لوجودك. شكرا لكم، شكرا على الاستضافه، وان شاء الله دائما المقارنه مع الجميع بتكون للخير والفائده اللي تعم مع الجميع. اكيد. شكرا لك استاذه سلمى مره ثانيه، وان شاء الله اكيد سلمى هي مصرتنا. سلام عفوا انا حبيت كثير قلت لك تشبهي على سلام. شكرا لك مره ثانيه، واكيد بنتمنى لكل الاشخاص انهم يركزوا بحالهم اكثر. ونصيحه جدا مهمه،
لا تقيسوا سنوات خبرة الأشخاص التانيين بخبرتكم القليلة إذا كانوا أشطر منكم ولا لا. اشتغلوا على حالكم منيح وكونوا دائما واثقين من نفسكم قد ما بتقدروا.